معانا على الهاتف سيادة السفير محمد صفوت، سفير مصر في أنجولا. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. أهلا بحضرتك، مساء الخير، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. الأمور مشيت النهارده على خير ما يرام؟ الحمد لله، المباراة كلكم تابعتوها، كنا نتمنى طبعا إن النتيجة تكون أفضل من كده، ولكن يعني بذل قصارى الجهد زي ما بنقول، واحنا كنا سعداء جدا لان وزيرة الشباب والرياضه ورئيس اتحاد الكره الانجولي كان حاضر الماتش برضه، كانوا لفته طيبه للترحيب بنادي الزمالك وتشجيع النادي بتاعهم. حضروا الصراحه المباراتين اللي اقيمتا النهارده، سواء كانت المباراه الاولى بين الوداد وبترو والمباراه الثانيه بين الزمالك وبين سجرة. البعثه هترجع امتى ان شاء الله يا فندم؟ البعثه خلاص عملوا تشيك ان ودخلوا زمانهم بيقعدوا في الطياره دلوقتي. طيب حاله احمد سيد زيزو، عرفنا النهارده ان هو المسحه بتاعته كانت ايجابيه كورونا. للاسف، بس هو حالته كويسه يعني، مفيش اي اعراض الحمد لله. حالته الصحيه كويسه، هو مجرد عزل لاستكمال الاجراءات الاداريه والقانونيه، ولكن بالناحيه الصحيه مفيش اي حاجه خالص. استاذ السفير محمد صفوت، سفير مصر في انجولا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.